وزير خارجية التونسية نبيل عمار، في أدائك ليها وفي أداء وتقييمك لأدائك، فاش تشوف خاصة في علاقة ربما بالجانب السوري واللي هو قرار رئاسي على ما يبدو، وهو تجديد الرغبة في عودة العلاقات الثنائية بين تونس وسوريا؟ ممتاز، قرار مهم رغم تاخر شوي، وان شاء الله يقع تجسيد وزاد لانه احنا القرار، ولكن لحد الان ما رجعش، يعني ان شاء الله في اقرب وقت ممكن يقع تعيين سفير لتونس في دمشق ويقع سفير لسوريا في تونس. وهو طبعا جاي في سياق تام، في سياق التحولات الكبيره التي يشهدها العالم. انت لاحظ اليوم السعوديه، المملكه العربيه السعوديه اللي كانت احد الاطراف العدوان على سوريا، اليوم بصدد اعاده علاقتها مع سوريا. لاحظ ان بشار الاسد في الفتره الاخيره كان موجود في الامارات العربيه المتحده، لاحظ المصالحه الايرانيه السعوديه اللي تمت معناتها بوساطه صينيه، يعني ثم تحولات كبيره اليوم يشهدها العالم. واحنا هذا هو في التوقف عنده علاقه بالاقتصاد، الموضوع هذا التحولات الكبيره، نحن في قلب هذه التحولات، وكيفاش نستفيد من هذه التحولات ومن موازين القوى الجديده اللي يشهدها العالم يلزمنا نستفيد منها. دونك عوده العلاقات مع سوريا، وسوريا التي يعني تم الاعتداء عليها طيله يعني تقريبا 10 سنوات، 350 الف مقاتل مش شويه جاءوا لسوريا من كل انحاء، من كل اسقاع الدنيا، فيهم من تونس ومن الشيشين ومن كل الدنيا ومن اوروبا، وجاءوا غاديك زعما نعملوا في الديمقراطيه لسوريا، مدعومين من طرف دول صندوق الاقتراع ما يعرفوش الا في التلفزه، مدعومين من طرف قوى استعماريه اللي هي الولايات المتحده الامريكيه وغيرها، صمد الجيش السوري مع حلفائه، منع الانسانيه احنا في راينا من كوارث، لانه الدواعش اللي مشاو لسوريا ما كانش هدفهم انهم يبقاو في سوريا، كان هدفهم انهم يتوسعوا. واذا كان مش الصمود الكبير بتاع الجيش السوري، ربما الوضع بتاع الارهاب في العالم اليوم راه متمدد اكثر ما هو متمدد. فتحيه للجيش العربي السوري الصمد، وارجاع العلاقات مع سوريا اعتقد فيه مصلحه مهمه لتونس ومصلحه مهمه لسوريا، وهذا هو الطبيعي. الطبيعي ان سوريا ستكون في الجامعه العربيه في القمه القادمه اللي باش تتم في الرياض ان شاء الله. تقييمك لأداء وزير الخارجية نبيل عمار؟ أعتقد أنه قام بنوع من الحركية في الدبلوماسية، ما نعرفوش في شخصه، ولكن الأداء واضح، ثم حركية، ثم دفاع على تونس، على توجهاتها، على خياراتها، وهو مهم من أعتقد يعني في نهاية المطاف، ثم ديناميكيه موجوده في الدبلوماسيه التونسيه، رغم ان هذا موجود في رغم عثمان الجرنتي مثلا، ربما كان موجودا ما نسمعوش به، لكن لازم، لكن رغم ان ثم ثغرات كبيره راهو في الاداء الدبلوماسيه التونسيه اليوم، اللي هي الملف الليبي ماناش عاطينه حتى قيمه، نعم، اللي هو ملف مهم، وتحولات باش تصير في ليبيا قريبه، والعالم الكل حتى في تونس يجتمعوا، الا تونس غايبه ساعه ساعه، الامن نتاعنا ياسس على النسب مجتمع في الوتله، واحنا غايبين كومبليتمون على اللي باقي يصير في ليبيا. الى حد الان زاد مانيش باقيين في الدبلوماسيه نبحثوا على شركات اقتصاديه جديده، باقي بخطى ربما ببعض الاشارات، ولكن المطلوب اليوم ان نفهموا ان العالم يتغير وموازين القوى فيه تتغير، ورانا معناتها مصلحه تونس ان تنوع شراكاتها الاقتصاديه مع الصين، مع روسيا، مع الهند، مع ايران، مع غيرها، ما نبقاوش محصورين في ذاك، ما ثماش خطوات معناتها واضحه. نحبوا زاد الدبلوماسيه بتاعنا تجاه افريقيا، اللي هي دبلوماسية ضعيفة جدا تجاه افريقيا، حتى عدد السفارات نتاعنا في افريقيا، العالم كله متجه لافريقيا، واللي احنا قلب افريقيا، وافريقيا واخذة اسمها من تونس، فهمني، ولا تونس واخذة اسم افريقيا. دونك مانيش باقيين نستثمروا في العلاقات هذه في الاتجاه الايجابي، هذا كله معناتها المفروض الدبلوماسية التونسية تشتغل عليه في الفترة القادمة.